كنشكروا قناة شوف تي في حضرت معنا اليوم ومع الجالية تاعنا وفرحانين بزاف وكنتمناو ان شاء الله نربحوا الجائزة. قناة شوف تي في حضرت معنا اليوم في اسبانيا وكنتمناو التوفيق ان شاء الله ومربوحة. قناة شوف تي في اللي حضر معنا في اسبانيا وكنتمناو المنتخب يربح ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. قناة شوف تي في الحضور ديالها معنا هنايا وكنتمناو يربح المغرب ورانا بالحضور بكل قوة ونتمناو يربح المنتخب ديالها ان شاء الله وبيبا المغرب. كنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.